السلام عليكم أحبتي في الله، زوار الكرام، كل المشاهدين، نرحب بكم في عائلتكم. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الفيديو تاع اليوم تخص النساء اللي يعني عندهم الكرش خارجة ما بعد الولادة، اللي زيدوا سيزاريان يعني الولادة القيصرية، وعندهم كرشهم ما زالت خارجة، كاين اللي يحسبوهم راهم عادة بالحمل، وكاين اللي يعني عندها شغل كرشها كما نقولوا بارزة خارجة بزاف، وكاين اللي يحسبوهم يعني راهم مازالهم بالحمل. وتفيد هذو خصيصا للنساء اللي قلت لكم ولدوا ولادة قيصرية او سيزاريان، وتفيد حتى النساء اللي ولدوا ولادة عادية، مفيدة تاني لهم بزاف. الوصفة هذه صدقوني سحرية رهيبة، لو كملتوا عليها وسمعتوني واش قلت صدقوني بدون حلف رايحين تدعولي. كنت مديتها لواحد الناس يعني اللي تقولي هكا قبل ما نفتح القناة، والله العظيم كانوا يدعولي، كانت نتيجة مبهرة. إذا نبدأ بسم الله، جربوا وادعولي، ولكن واصلوا واصلوا، راها شوية سخانة. وهذا الوصفة والطريقة اللي راني راح نعطيها لكم رايحة تذوب بالشحوم والدهون تاع البطن، حتى يعني البطن تاعها اللي عابت وراها خارجة صدقوني رهيبة. ديروها ورايحين تدعولي بإذن الله. إذا هنا واش عندنا؟ عندنا زيت زيتون، زيت زيتون ضروري في هذه الوصفة. عندنا كأس تاع ماء سخن، ماء سخن جدا، وتعملوا عن نحتاجوا غطاء او هذوك تاع البلاستيك اللي نغطيو بهم الكؤوس تاعنا، ولا تعملي غطيوة عادية. عندنا القارص اللي هو الليمون او القارص، عندنا كيك هذا الغذائي. ودوك نمر مع الوصفات الجاية، يعني نكملوا. اذا ليس مجرد فيديو، صدقوني سحرية، تعرفوا حنان راكم قاعد تشكروني وتدعوا لي بكل مصداقية، ماشي مجرد فيديو حطيتها. لا لو راكم في شحال تطلبوا عليها، لو كان عيني حطيت لكم هكا بلا 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 فيديوهات بزاف وصاي، بصح انا نعطيكم الحاجة اللي تفيدكم واللي نتائجها مبهرة. هذه هي، شوفوا واش نديروا. اول حاجة كي تجي رايحة شوفي في النهار، انا نفضل انه تستعملوا هذا الطريقة تاع السيلوفان اللي راح نعطيها لكم في النهار. شوفي عملي حركة كما يقول لك دورة، حركة دورية هكذا للبطن تاعك حتى للظهر يعني بيدك. ومن الأحسن تكوني هذاك وين خرجتي من الحمام، معليش ماشي ما خرجتي يعني ما استحميتيش، عادي تسخني غير البطن تاعك، تعملي حركات يعني تمشي الدورة الدموية هكذا. ولو خرجتي من الحمام كان أحسن، ما حمتيش تاني كيف كيف، ولكن من الأحسن يكون الدم تاعنا سخن والعظام سخنة والشحم الشحوم تاعنا تكون سخنة تاع البطن والظهر، تمشي الدورة. غير خرجتي من الحمام تنشفي روحك، تلبسي قشك، تشدي هذه الطريقة اللي راح نقولها لك. ما استحممتيش كذلك يعني تستعملي هذه الطريقة اللي راني نقولها لك، راح نقولها لك. تشدي كمية من زيت الزيتون، هذا زيت زيتون ولكن بشرط يكون الأصلي، تسخنيها في الغاز يعني تسخنيها في الفرن وديريها في كسرونة ولا، وتشدي تمشي الدورة الدموية عن يعني في البطن تاعك، تروحي حتى الجوانب من ومن باغ اكزومبل البطن تاعك هاهي، تروحي تعملي هذا الحركة الدورة، تمشي الدورة الدموية حتى الظهر تاعك، الدوري هكا الدوري هكا. هنا راكي مشيتي الدورة الدموية تاع البطن تاعك والظهر، لأن الشحم راهي يدور للظهر، كاين اللي عندها الشحم تاعها من البطن حتى للظهر تاعها يدور. هنا كي تمشي كاع الدورة الدموية تعاودي ولكن نستعينوا بالزيت دافي، تعاودي تشدي كميه لاباس بها، تنفخي كاع البطن تاعك وتحكمي هذا الفيلم اليمونت، هذا البلاستيك الغذائي هكذا، تفتحيه وتدوريه كامل توتوتو على البطن تاعك حتى للظهر، يعني دوري هذا البلاستيك وراكي تلفي فيه، تدوري ديري زوج دورات ولا ثلاثه على حساب البطن تاعك يكون بارز. اذا كان خارج بزاف ديري وتعاودي، ولكن تسيري ديري هذا الفيلم هذا البلاستيك الغذائي وتدوري، يعني ديري وتدوري بزاف، تدوري هكا وتسيري، ما حد راكي تدوري، تسيري بالمساعده مع واحد يساعدك وراكي تدوري. صدقيني هذا الزيت اللي السخن اللي عملتي وهذا الحركه اللي عملتيها باش تمشي الدوره الدمويه وعملتي البلاستيك مفيده جدا. راكم نمروا للوصفه للاستهلاك، هذه خارجيا رايح الدهون تشوفيها لمده اسبوع، تشوفي البطن تاعك بدا يدخل يعني بدا يتفش.
لان زيت زيتون وهذا الزيت زيتون هذا البلاستيك الغذائي، وخاصه رانا في السخانه رايحه هذاك الشحوم تذوب، تبدا تذوب يعني تستخرج تروح تبدا تذوب، والبطن تاعك تبدا تدخل. كاين اللي عندها غير غازات في البطن تاعها، من بعد نمروا للغازات اللي في البطن مع هذه الوصفه. نزيد لكم ثاني وصفه اخرى، تكون شحوم وتكون غازات رايحه كلها تتخلصي منها وتخرج. حتى الغازات مع الشحوم اللي في البطن والغازات اللي في البطن تاني، ما تنسوش باللي ماشي غير الشحوم، رايحه تكون غازات في البطن ايضا، رايحه تخرج بهذه الطريقه تاع السيلوفان والزيت، وتخرج ايضا بهذه الخلطه اللي رايحه نعطيها لكم، رايحه تساعد هذا الزيت والسيلوفان. صدقوني راهو سحريه، راني نقول لكم تستعمليها طول النهار. شوفي انت استعمليها لمده اسبوع، 10 ايام 15 يوم، وشوفي رايحه تشوفي نتيجه مبهره لمده اسبوع، ولكن بشرط تستهلكي معها هذا المشروب. تستعمليها كاع النهار كيما نقولوا، راكي نوطي الصباح اذا قدرتي دوشي وديري هذه الحركه اللي قلت لك، ما قدرتيش معليش روحي ديريها مباشره، ولكن بشرط مشي الدوره الدمويه قبل، راكي تدهني بالزيت دافي شويه، وتعاودي كي تبغي ديري السيلوفان زيدي ديري، بصح تستعيني مع واحد يساعدك، لان السيلوفان ما يشدش في الزيت. غير مجرد ما تستعملي الدوره الاولى للسيلوفان يثبت هذاك السيلوفان في الزيت، وزيدي حبطي لتحت شغل الكرشك الصغيره هي اللي رايحه تشد لك، وطلعي الفوق، طلعي حتى عند وين راهي المعده الاستوما كليا كاع، يعني من تحت للفوق باش يثبت معاك. راكي تدوري هكا تلفي من حجرك الصغير، يعني من البطنه تاعك الصغيره كاع لتحت ما بين الافخاذ الفوق شويه، تدوري تلفي اللفه الاولى، وبعدين تلفي وتصيري شويه، تسيري تعاودي تلفي اللفه الثانيه في الوسط، تعاودي في من الفوق تلفها الثالثه، وتعاودي اللفه الرابعه ومن الفوق عند وين المعده ثاني، تما راها النفخ ثاني تما. كاين اللي عندهم النفخ في البطن الصغيره وفي البطن الكبيره عند المعده، تلفي كاع وين عندك النفخ حتى الفوق، وراكي تخدمي في شغلك عادي. صدقيني ما راهو رايح يديرونجيك ما والو، راه مجرد بلاستيك ماشي حاجه تاع قماش ولا اللي ديرونجيك، كيما لاغان كيما بغيتي. واللي عندها لاغان يعني اللي تشد تزير البطن، تعمل زيت زيتون بلاستيك هذا، وتزيد تعمل لاغين من الفوق. اللي ما تقدرش وديرونجيها تعمل غير هذا البلاستيك، يفي بالغرض روعه. ولكن كي ديري البلاستيك والزيت زيتون يعني تلبسي كيما نقولوا ملابس داخليه تكون مزيره شويه، تشد لك البطن يعني باش تحكم لك على السيلوفان، تساعده باش يتسيرى مليح. سينو تعملي لاغين، ما عندكش عملي غير ملابس داخليه تكون مزيره يعني مسيريه، هذاك النوع ماشي اللي حابط. ملابس داخليه كيما نقولوا لي سليب، اللي طالع الفوق يعني اللي تستعمليه كيما لاغين، راهم يتباعوا راهم على راسهم. هذاك اللي يطلع لك شويه، اللي يطلع الفوق يعني عند السره باش يشد لك، ما راكش راح تعملي الزينه ولا هذا، راك راح تعملي وصفه تاع مرض الله غالب. نمروا للخلطه، جيبي كاس من الماء السخن، ما شوفي مغلي، تغلي كميه من الماء لدرجه 100% حتى الفوران، تصبيها في كاس، تعملي فيها ملعقه صغيره كمون، ملعقه لاباس بها هكذا، ملعقة هذه تاع الشاي ماشي تاع القهوة، هذه تاع الشاي. وتضيفي لها ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة، أنا ما عنديش خلاص لي ما نطبخ به بزاف، هو مفيد جدا، راهو مذكور في القرآن، ينحي السموم من البطن، يذيب الشحوم تاع البطن، مفيد مفيد فيه عدة، هذا صدقوني صيدلية رهيب، راهو ربي سبحانه وتعالى ذكره في القرآن. ضيفوا له ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ما عندكش الزنجبيل بودرة نضيفوا ملعقة صغيرة مع بودرة الزنجبيل مع ملعقة صغيرة كمون، هذا الملعقة تاع لاتاي. ما عندكش تعملي طرف هكذا، قطعة صغيرة هكذا تسكر في جهة في وسط الكاس السخن، في وسط المية السخنة تسكر في جهة، تكب يعني تحكيها، وتعملي معها ملعقة كمون صغيرة هنا في حالة ما عندكش زنجبيل بودرة، وتعملي عصرة ولا اثنين تاع قارص، ديري شوفي ملعقة عصير ملعقة كبيرة من الليمون أو القارص، تخلط جيدا. كي تعملي هذه المكونات كلها تغطى باش تحافظ على الزيوت الطيارة وتعاود ترجع، لأن المية راهي المية الماء راه سخن جدا، تغطيها بغطاء. بعد مرور 10 دقائق حتى الربع ساعة 15 دقيقة تصفى وتشربوها صباحا فور النهوض من الفراش، يعني غير تنوضي من فراشك تشربيها، تعاودي في القيلولة وتعاودي في المقيل، وتعاودي تاني نفس الشيء لما تتعشاي كي تجي رايحة ترقدي يعني بعد العشاء. حبيتي ما تعمليهاش في القيلولة غير الصباح فور النهوض من الفراش، وتعمليها عند النوم يعني بعد العشاء، شوفي صدقوني سحرية رهيبة مذهلة، نتيجة واو، جربوها وادعوا لي. ولكن تصفى والله العظيم بدون حلف، تعرفوا وصفات حنان
واصلوا على هذا الكمية، على هذا النتيجة المبهرة، ورايحين تدعولي ماشي غير تنحف البطن وتدخل البطن، يعني اللي عندهم سيزاريان، تنظف الجسم من السموم، من السموم الأمعاء، تنظف الدم، الكوليسترول، الكبد، الشحوم في الكبد، الشحوم في كما نقولوا الكلاوي، الشحوم في المصران، يعني في المصران الكبير، المصران الغليظ اللي عندها بو مزوي. شوفوا راني نقول لكم اللي فيه هذا المشروب السحري تاع الزنجبيل فيه فوائد عظيمه لو يعني واصلتوا عليه. رايحين تدعوا لي، رايح يعطي مناعه للجسم، روعه روعه روعه. كملوا عليها لمده شهر، حتى لشهرين، حتى لثلاثه اشهر، صدقوني رايحين تدعوا لي. انا كاين ناس عطيتها لهم قبل ما نفتح القناه هذه الطريقه تاع سيلوفان وهذا المشروب، قالوا لي لمده شهر حنان رانا ندعو لك لمده شهر مبهرنا بالنتيجه. هذاك الكرش اللي راهي بارزه شغل كي البجع تعيبك، يعني ما تلبسيش تعيب في روحك من لبسه، ما تجيك شابه الكرش كي تكون خارجه راهي يعني السيده تعيب روحها، ما تخليك تلبسي والو. جربي هذه خواتاتي وادعوا لي، ديروا لي بارطاج للفيديو، تدوا الاجر مع حنان. كانت معكم حنان الجزائريه للتداوي بالاعشاب، مع السلامه، في امان الله، دعواتكم لي.